ورجعنا لكم تاني وراجعين بقى ومعانا ايه مفاجأتين حلوين قوي. معانا دكتورة مروة. ازيك يا مروة حبيبتي القمر؟ بصي انا النهارده مبسوطه بصوت مش طبيعي وكاني جايه حفل برنامج مثلا. حبيبتي والله حبيبتي دي حبيبتي. ومعانا كمان مدير القناه استاذ محمود الشريف، يعني علم. ربنا يخليك يا استاذه. الله يخليك. كل سنه وانت طيبه ويا رب متجمعين دايما. مش عارفه اشكرك ازاي والله على المقلب اللي انتوا عملتوه في البدايه، بس تحفه. كل سنه وانت طيبه ويا رب دايما متجمعين كده. يا رب يا رب ان شاء الله. ميرسي بجد والله، وما تحرمش منكم ابدا. مكتشف النجوم ده. صدقني اول مره اشوف سلطه على الشاشه. دي حقيقه. لا طلعت مره بجد. مره؟ لا بس تهيئ بجد. هيرفدك. شغل عالي والله. هيرفدك. انا بعد اسبوع سلام. انا كنت عامله لكم زي ما بقول لكم عجين النهارده ومخبوزات، وكانت ليله بقى وميني بيتزا وحاجات تحفه. فقبل ما انزل الهوا على طول لقيت استاذ محمود بيقول لي انا عايزك يا استاذه فاطمه شويه. خير يا استاذ؟ قال لي معلش احنا النهارده مش هنطلع هوا. طب ولما احنا مش هنطلع هوا جبتوني من بيتي ليه؟ دي الجمله الشهيره بتاعتي، طالما مش هنطلع هوا اجي من بيت ليه؟ انا عايز اقول لكم مشوار سفر يعني. ايوه. فقال لي معلش اقعدي بقى كده وعايزينك في موضوع معرفش ايه، اتفرجي بس شويه. فاتفاجئت ان البرنامج ابتدى يشتغل وانا مش موجوده تحت. فاجئت بقى محمد حامد ما شاء الله يعني عمل مقدمه زي الفل. اول ما شفت محمد فرحت جدا. لا والبرنامج بيبتدي هو بيبتدي انا مش عارفه هيعيدوا حلقه ولا في ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهمه في ايه. فلقيت محمد بقى والجو ده طبعا انبسطت قوي.